حياكم الله من جديد. اليوم عندنا منتج نبغى نتكلم عن أكيد له فائدة للطيور. بسم الله نبدأ شرحنا لهذا المنتج. منتج الأورو داجست أو الأورو فارما. هذا المنتج اللي أعتبره أنا غذاء تكميلي للطيور أكثر من أنه دواء، فهو يعتبر منظم لعملية الهضم داخل أمعاء الطيور، ويحتوي على أغذية تساعد على تكاثر البكتيريا النافعة. هذا التكاثر أكيد له فائدة للطيور وبدون شك يرفع مناعة الطيور، ويستخدم في عدة حالات منها بعد الأمراض أو الأدوية، وأيضا في حالات إجهاد الطيور. المنتج يجي معاه ملعقة مرفقة، طبعا يستخدم مع الوجبات الغذائية ولا يستخدم مع الماء. المنتج نستخدمه وطريقة استخدامه هي عبارة عن 5 جرام مع 100 جرام من الأكل اللين أو الوجبة المعدة والمحضرة للطيور. ولما أتكلم عن فوائد هذا المنتج والفائدة الجميلة التي تستخلصها الطيور من هذا المنتج، بتكلم عن تراكيب هذا المنتج. طبعا يحتوي على سكر العنب، وهو الذي يمد الطيور بالطاقة، هذه الطاقة تزيد من نشاط الطيور. ويحتوي أيضا هذا المنتج الجميل على كلوريد الصوديوم. هذا المركب بالذات استخداماته كثير جدا وفوائده طبعا كثير، ويدخل في العديد من الأشياء، لكن بقول لكم أفضل هذه الفوائد. عملية امتصاص الصوديوم في أمعاء الطيور تساعد أيضا على سهولة امتصاص الأحماض الأمينية مع مساعدة من سكر العنب اللي ذكرنا فوائده قبل شوي. هذه العنصرين مع بعض تكمل عملية الهضم بسلاسة، وبكذا صارت الوجبة جاهزة للطيور. في شغلة ودي أنوه عليها، أن توجد أيضا مركبات مساعدة في هذا المنتج تساهم في عملية إتمام الهضم وشفاء الطيور، لكن أنا ذكرت المركبين الرئيسيين اللي صنع منها هذا المنتج. طبعا أنصح أنا باستخدامه قبل موسم التكاثر والإنتاج حتى نبتعد بأمر الله عن أي حالات مرضية معوية مفاجئة لنا في موسم الإنتاج. والشركة المصنعة تقول في حالات مرض الطيور استخدم 5 أيام متواصلة حتى تتم الفائدة بأمر الله من هذا المنتج. وبكذا وصلنا إلى نهاية الحلقة. دمتم بحفظ الرحمن وفمان الله.